اسم احتفال ابراهيم غبارية من معاوة، مولودة من معاوة يعني. أنا لا مش متجوزة، أنا متكيفة مع الوضع وماشي يعني، مش مشكلة عندي. تعلمت عدسة ماس بس ما اشتغلتش بهاي اللي تعلمته، لأنه بفترة اللي تعلمت صعب الواحد بكى يسافر ويروح ويجي يعني، لأنه إحنا قرية هنا مثل ما تقول بأمسع شمكم، بكاش في عنا سفريات من جديد، صار عنا يجي باص ويطلع ويجي، الواحد بكاش تقدر تطلع من البلد يعني، بدها توقف في الدحنة يعني بجوز بدها ساعة ساعتين تأمرك حدا عليها بعرفها وركبها بالسيارة، عشان هيك أكثرية اللي بالبلد بيشتغلوش. هسه بتلاقي البلد يعني بالنهار فاضي، فيش حدا، كلياتهم برا يعني، أكيد فيش فرص عمل، فيش عنا يعني خالص. بتمنى المجتمع العربي والمجتمع اليهودي يعيش، لأنه بالفترة الأخيرة كل ما يعني بالأكثر بيبعدوا عن بعض، والعنصرية بتزيد، وكل هذا يعني بتمنى انه يعني يصير سلام وانه نتقرب من بعض، لان مفروض هي دولتنا يعني، مفروض احنا عايشين مع بعض، ومفروض الواحد يتقبل الثاني عشان نقدر نعيش بهالحياه هاي هون بالدوله.